ده لازم تجيب لها مين بقى؟ أي حد أقول لك عليه؟ طيب، عايز تغني إيه؟ إيه أكتر؟ على بالي؟ على بالي، أيوه. أكبر. شيرين إيه بقى؟ شيرين إيه؟ ما هي ما عرفتش تحمي نفسيها. يلا. لا، عايز الوتر الحساس. الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب باتت محل اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية بعدما أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب أحد الأعراس بقصر البارون بالقاهرة، قيل إنه لابن شقيقتها، حيث ظهرت شيرين عبد الوهاب وهي تغني إحدى أغانيها وارتدت فستانا أسود اللون وكانت ترقص بجوار العروسين. وبدأت شيرين عبد الوهاب في الفيديوهات عفوية للغاية، حيث علقت وهي تغني ما عرفتش تحمي نفسيها في إشارة إلى فشل علاقتها بزوجها الفنان المصري حسام حبيب. شيرين عبد الوهاب ظهرت مرتدية فستانا أسود بلوك منخطا بالأبيض، جاء بقصة واسعة عند منطقة البطن، وخلال غنائها أمسكها العريس فبين الفستان بطنها الذي بدأ بارزا جدا، ما جعل الجمهور يخمن انها حامل. وقال عدد من المعلقين ان شيرين عبد الوهاب حامل بالفعل، الا انها تحاول اخفاء الامر الان، مشيرين الى انها ما زالت على علاقة بزوجها حسام حبيب وانهم ينتظران مولدهم. واشار البعض الى ان المشاكل قد وقعت بين شيرين وحسام بالفعل، الا انهم لم ينفصلان، كما صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرا. في المقابل دافع اخرون عن شيرين مؤكدين انها تعاني من زيادة الوزن فقط وان موضوع حملها مجرد اشاعة، مؤكدين ان شيرين وحسام قد تطلقان بالفعل. بينما طلب البعض اسفل الفيديوهات بترك شيرين في حالها لانها تحاول ان تتأقلم مع وضعها الجديد، خاصة بعد دخولها بحالة اكتئاب إثر انفصالها عن حسام حبيب، وما أثار الجدل وتعليقات الجمهور في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخيرة بحفل الزفاف. هو بروز كبير ببطن شيرين عبد الوهاب خلال الحفل، حيث يظهر بشدة زيادة في وزن بطنها مما يزيد من احتمالات حمل شيرين عبد الوهاب، خاصة بعد تعمدها ارتداء ملابس كاجوال فضفاضة في حفلها الأخير بالكويت، بالإضافة لظهورها في استوديو أحد الملحنين وهي تقوم بتسجيل إحدى أغانيها وعليها زيادة كبيرة بوزنها. وانتشرت العديد من الفيديوهات بشكل كبير عبر فيسبوك، خاصة أن شيرين ظهرت ببطن منتفخ، وهذا جعل الكثيرين يعلقون على الفيديوهات بأن علامات الحمل تظهر عليها، كما أن أحد الفيديوهات قد تم تصويره قريبا نظرا لظهور شيرين بشعر قصير بعد أن قامت بقصه. وظهرت شيرين في الحفل ببطن منتفخ، مما دفع الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تأكيد الشكوك التي أثيرت حول حملها خلال حفلها الأخير في الكويت، وهو الخبر الذي أكده الصحافي خالد شاهين عبر صفحته الخاصة في فيسبوك، حيث كتب تحت عنوان خذوا المفاجأة شيرين حامل، مؤكدا خبر الحمل.
وكانت شيرين قد أثارت الشكوك حول حملها بعد ظهورها في حفلها الأخير الذي أحيته في دولة الكويت ببدلة رياضية وبوزن زائد بشكل ملحوظ، الأمر الذي لم يعتد جمهورها منها وهو ما دعاهم لتأكيد خبر حملها. شيرين عبد الوهاب ظهرت في الفيديوهات التي تداولها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات عفوية لافتة ومرحة، حيث قدمت أغنية كلها غيرانة خلال حفل الزفاف، وتفاعلت مع العروسين بالرقص على أنغام تلك الأغنية. كذلك قامت شيرين عبد الوهاب بغناء أغنية الخماص، وتمايلت كذلك على أنغامها مع العروسين وأحد الحضور، كما مازحت العريس بتصرفاتها الطريفة والمرحة. كما ظهرت في فيديو آخر وهي تقدم أغنيتها الشهيرة على بالي، وهي تجلس مع العروسين وتتفاعل معهما بشكل نال إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث أعجبوا بحالة السعادة التي ظهر بها العروسين بسبب تواجد النجمة الشهيرة شيرين عبد الوهاب وغناءها لهم في ليلة زفافهم. الجدير بالذكر أن شيرين خطفت أنظار الجمهور بعفويتها وبساطتها خلال ظهورها فأحدث حفلاتها الغنائية ضمن مهرجان فبراير الكويت، خاصة وإنها ظهرت خلال الحفل بملابس كاجوال بسيطة للغاية وتفاعلت مع الحضور، كما بكت خلال غناء أغنية ما تحاسبنيش. وقبلت الإطلالة تلك بهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا الذين أشاروا إلى أن الفنانة المصرية لم تحترم جمهورها بملابس الأقرب إلى ملابس النوم، بينما عبر آخرون عن تعاطفهم مع شيرين مشيرين إلى أنها تعاني من اكتئاب، وهذا الأمر يؤثر على حياتها حيث لم تعد تهتم كثيرا لمظهرها بسبب ظروفها القاسية. يذكر أن شيرين تصدرت محرك البحث جوجل منذ عدة أيام بعدما بكت على المسرح أثناء إحياء حفل غنائها بدولة الكويت، وهذا جعل عدد كبير من النشطاء يتعاطفون معها وآخرون ينصحونها بالخروج من محنتها بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب. وعلق الإعلامي عمرو أديب على بكاء الفنانة شيرين عبد الوهاب والملابس الغريبة التي ارتدتها خلال الحفل، وقال خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة MBC مصر: ظهرت شيرين على المسرح في الكويت مش شيرين عبد الوهاب، شكلها مختلف وترتدي ملابس مختلفة وأجهشت بالبكاء أكثر من مرة. وأكد عمرو أديب أن إطلالة شيرين عبد الوهاب بملابس كاجوال غير منهدمة وزيادة وزن واضحة في حفلها الأخير بدولة الكويت وتعرضها لنوبات بكاء أكثر من مرة تعكس معاناتها مما وصفوا بالكرب العظيم، ونشد جمهورها وكل المقربين منها دعمها نفسيا حتى تتجاوز الأزمة الراهنة، كما وجه لشيرين نصيحة بضرورة التقرب إلى الله. ومن ناحية أخرى أثارت مفسرة أحلام تدعى أسماء بدوي جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت عن رؤية تخص شيرين، حيث حذرت من إقدام الأخيرة على الانتحار بتناول حبوب، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كتبت فيه: أتمنى اللي قريب من الفنانة شيرين عبد الوهاب ينتبه عليها، في رؤية تحذر من خطر الانتحار باستخدام حبوب والله أعلم، أرجو اللي يعرفها يكون إلى جانبها ويدعمها. شيرين عبد الوهاب انفصلت مؤخرا عن المطرب حسام حبيب، بينما عاودت التقرب منه مؤخرا بعد تأكيد منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش بأن شيرين وحسام رجعوا لبعض مرة أخرى. شيرين عبد الوهاب كانت قد ظهرت خلال الفترة الماضية في برنامج الدم لاكتشاف المواهب، حيث كان يعد ذلك هو أول ظهور لها بعد شائعات عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، كما حرصت على تهنئة الجمهور بالأمس بليلة النصف من شعبان، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام
وتمنت الخير لكل متابعيها، فيما نشرت شيرين عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على انستغرام دعاء تتحدث فيه عن ليلة النصف من شعبان، وطالبت بالدعاء له برفع البلاء ودوام النعم. وكان عدة أشخاص مقربين من شيرين عبد الوهاب قد أكدوا أن الفنانة لم تنفصل عن زوجها حسام حبيب، وأن حسام ما زال يرد على المكالمات الواردة على هاتف شيرين الخاص، الأمر الذي يؤكد على عيشهم معا حتى اللحظة. وبعد تداول هذه الأنباء هددت شيرين كل من ينشر الأكاذيب عن حياتها الخاصة، قالت فيها: تهيب النجمة شيرين عبد الوهاب جميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية وتحري الدقة فيما ينشر وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق. وكل ما ورد من أخبار فهذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.